قال مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر إن الصندوق قدم قروضا مباشرة ومنحا لتمويل الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية للمشاريع التنموية في 107 دول. البدر أضاف بأن ما يقوم به الصندوق من خلال مساعداته التنموية للدول يأتي استكمالا لدور سياسة الكويت الخارجية في تعزيز اقتصاديات الدول الصديقة والشقيقة.